السلام عليكم، أهلا بكم في قناة مختبري. النهاردة هنتكلم عن تحليل مهم جدا، وهو تحليل الصفرة، وهنتكلم عن أسباب ارتفاع الصفرة في الأطفال وفي البالغين، وكمان إزاي أقرأ نتيجة التحليل اللي عندي وشروط التحليل وكل حاجة بتخص التحليل. أول حاجة شروط التحليل او ازاي بيتم اجراء التحليل. بيتم اجراء التحليل بسحب عينة دم من الوريد، عينة عادية جدا، مفيش اي شروط قبل اجراء التحليل، وبيتم التحليل في خلال ساعتين وبنستلم النتيجة. طبعا ده ممكن يختلف من معمل لاخر حسب ضغط الشغل اللي عندهم او حسب يعني اشياء اخرى بيعتمد عليها المعمل يعني، فممكن تختلف مدة استلام التحليل، لكن هو في المتوسط بيبقى ساعتين. وبنستلم التحليل زي ما احنا شايفين قدامنا كده. الريبورت بتاع التحليل عبارة عن 4 خانات زي ما قلت قبل كده، في تحاليل كتير زي تحليل صورة الدم وانزيمات الغدة الدرقية، وكل تحليل موجود هو او معظم انواع التحليلات موجودة في شكل الريبورت اللي قدامنا ده. اول جزء وهو التست او اسم الاختبار اللي احنا عملناه، تاني جزء وهي الريزلت او النتيجة، تالت جزء وهي اليونت، ورابع جزء نورمال رينجز او النسب الطبيعية. هنا عندنا في التست مكتوب ليفر بروفايل، يعني وظائف الكبد، يعني الصفرة، تحليل الصفرة هو احد تحليل الخاصة بوظائف الكبد. تاني جزء مكتوب عندنا الريزلت واليونت ونورمال رينجز. في التست هنا مكتوب عندنا سيرم بيليروبين توتال وسيرم بيليروبين دايركت، وممكن كمان نلاقي سيرم بيليروبين اندايركت، يعني في البيليروبين الكلي او الصفرة الكلية الموجودة في الدم، وفي دايركت واندايركت، مباشر وغير مباشر. دي حاجات بيعتمد عليها الطبيب في تشخيص سبب الصفرة، احنا ما لناش علاقة بيها. هنشوف النتيجة عندنا، والوحدة طبعا دي وحدة القياس اللي بيتقاس بيها نسبة الصفرة، وهنا وحدة القياس ميلي جرام بير ديلي لتر، واخر حاجة هي النورمال رينجز او النسب الطبيعية. وانا اللي بيهمني هنا في التحليل كمريض عادي عايز اعرف نتيجة التحليل بتاعتي او عايز اطمن عليها، حاجتين، الريزلت والنورمال رينجز. الريزلت وهي النتيجة بتاعتي، والنورمال رينجز او النسب الطبيعية. في النورمال رينجز هنا مكتوب حاجتين، مكتوب ادلت، مكتوب نيو نيتال. في الادلت اقل من 1.2، يعني البالغين بتبقى النسبة للتوتال بالروبن هنا اقل من 1.2 ميلي جرام برداليلتر. في النيو نيتال او حديث الولادة ان ممكن النسبة الطبيعية توصل لغاية 10. في اطباء بيسيبوا لو الطفل عن صفر عنده نسبتها 10 عادي، ما بيطلبوش ان هو يدخل حضانة او اي شيء، بيعتبروها ان هي نسبة طبيعية. في اطباء لو اقل من 10، 9 او 8 كمان، بيخافوا وبيفضلوا ان هما يدخلوا الطفل حضانة عشان يبقى تحت رعاية طبية لغاية ما تنزل نسبة الصفر. طيب انا كده قريت التحليل بتاعي، قارنت بين النورمال رينجز والريزلتس هنا او النتائج اللي عندي، وعرفت ان النسب عندي عالية او لا. نسيت اقول كمان الدايركت هنا النسبة سواء كان للأدلت او نيونيتل تبقى اقل من 25% ملي جرام برداليلتر، يعني اعلى نسبة المفروض تبقى موجودة 25%. التحليل اللي قدامي ده نسبة عالية شوية، هنا عندنا التوتال 6.5، واحنا قلنا ان النورمال للأدلت 1.2 والنيونيتل 10. هنا الحالة دي سيدة عمرها 35 عام، فهنا تعتبر عالية. والدايركت هنا 4.6، واحنا قلنا قبل كده ان النورمال 25% ميلي جرام برداليلتر، يعني النسبة هنا عالية شوية. طب نرجع لأسباب الصفرة، وليه بتعلى الصفرة في الدم. بتعلى الصفرة في الدم بالنسبة للأطفال حديث الولادة ممكن تبقى لسببين، إما سبب فسيولوجي اللي هي عدم نضوج الكبد، إن الكبد ما نضجش بشكل تام وما بيقومش بوظائفه بشكل صحيح، فبيسبب ارتفاع في نسبة الصفرة، أو صفراء تكسيرية أو نتيجة لتكسير كرات الدم الحمراء.
هي ممكن يكون السبب اختلاف ال RH بين الأب والأم، ممكن يسبب برضو ارتفاع في نسبة الصفرة. في الحالات دي، في حالات الرضع، بيبقى الارتفاع في الأسبوع الأول من الولادة وبيختفي لوحده، إن شاء الله بيتعالج لوحده من غير أي علاجات بتتاخد يعني. ومعظم العلاجات اللي بتديها الدكاترة بتبقى فيتامينات مقوية كمنشطة يعني للجسم والكبد، بس مش علاج. بالنسبة للبالغين بقى، ارتفاع نسبة الصفرة ممكن يكون بسبب التهاب في الكبد، التهاب سواء كان فيروسي، ممكن بسبب فيروسات الكبد، ممكن يكون بسبب انسداد القنوات الصفراوية اللي موجودة، يعني أسباب كتير. طيب اللي بيحدد السبب الدكتور عن طريق نسبة أو الارتفاع الكبير فين، في التوتال أو في الدايركت أو في الاندايركت، عن طريق الحاجات دي يقدر، وكمان عن طريق الأعراض بيقدر الطبيب يحدد سبب ارتفاع نسبة الصفرة. وكمان من اول الاعراض اللي بتظهر بتخلينا نشك ان المريض ده مصاب بمرض الصفرة او عنده ارتفاع في نسبة الصفرة في الدم، هي اصفرار الجلد وبياض العين وبعض سوائل الجسم زي البول مثلا، او وبيكون البراز كمان لونه اغمق شوية. كل دي اعراض بتسبب لنا او بتخلينا نشك ان المريض ده عنده صفرة. في النهاية أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وأنكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب.